وسهلا بيكم في حلقه جديده من الريمونتادا. ردود الفعل ما زالت مستمره بعد هزيمه منتخبنا الوطني قدام تونس بنتيجه 3-1 في تجربه وديه امبارح الثلاث باستاد الدفاع الجوي بالقاهره. البرتغالي فيتوريا المدير الفني للمنتخب طلب الاجتماع بمسؤولي اتحاد الكوره وعلى راسهم حازم امام عضو مجلس الاداره والمشرف على المنتخب عشان يرتب من بدري معسكر شهر اكتوبر اللي جاي. نروح نشوف تقرير عن اراء الجماهير في خساره منتخبنا قدام تونس ونرجع نكمل اخبارنا. بحس المحترفين ما بيلعبوش في مصر زي ما بيلعبوا بره، يعني ادائهم بره بيلعبوا عشان فلوس تقريبا، ونجي في مصر بيرجعوا مستواهم قليل، اللي خايف على نفسه الاتصاب اللي يرجع ما يلعبش او مستواه يقل، فده انا شايف سبب كبير. يعني غير ان لعيبه الاهلي ما راحتش ان برضك يعني المدرب كان عايز يعمل معسكرات كتير للعيبه، عايز اللعيبه اكتر يلعبوا مع بعض اكتر، ده ما حصلش. ده كله برضك تاثير من اتحاد الكوره او من المسؤولين عموما عن الرياضه، اثر على النتائج وخلى المنتخب يخسر. والله برضو لعيبه الاهلي برضو فرقت كتير، ان لعيبه كتير غايبه، وخصوصا برضو لعيب زحمه فتوح من الزمالك برضو غايب، لعيب دولي كبير، وعدم برضو وجود باك ليفت كويس في المنتخب، ويستعان باحمد رمضان بيكام باك ليفت عمل فجوه في جبهه الباك الشمال. في برضو سبب ممكن يكون سبب مباشر، اللي هو الاهلي سحب 4 من العمود الفقري للأهلي زي الشناوي وعطية ومروان، وده أدى إلى أني في حصل إحباط معنوي إحباط نفسي بالنسبة للعيبة، وأدى ذلك إلى هزيمة الفريق مش أكتر ولا أقل. يعني والله المشكلة أن كان في لعيبة من الأهلي، كانت 4 لعيبة تقريبا كانوا مش موجودين عشان كان في ماتش الأهلي طبعا بتاع السوبر الأفريقي، فدول أثروا كبير طبعا على الفريق بشكل عام وكده. بس يعني هو عامه الاداء كان يعني هزيل جدا الصراحه، وما كانش عاجب لاي حد الاداء امبارح اكيد. ونروح لاخبار الاهلي واستعدادات الفريق لماتش السوبر الافريقي قدام اتحاد العاصمه الجزائري اللي هيتلعب بعد بكره الجمعه في السعوديه. الاهلي ادى اول تدريباته في السعوديه مساء اليوم على ملعب مدينه الملك فهد الرياضيه، وسبق الميرون محاضرة من الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، واللي عقد كمان محاضرة فنية للعبة الفريق في فندق الإقامة. انتظم التونسي علي معلول في تدريبات الأهلي بالسعودية بعد ما سافر من القاهرة بعد المشاركة في ودية منتخب تونس قدام مصر، وبيخضع علي معلول لبرنامج مكثف مع زميله الجنوب الأفريقي بيرسي تاو عشان يحققوا ماتش السوبر. تأكدت عدم جاهزية خالد عبد الفتاح مدافع الأهلي لماتش السوبر الأفريقي بسبب الإصابة، وخضع عبد الفتاح لبرنامج علاج مكثف، ولكن الفحوصات أثبتت أنه مش هيكون جاهز لماتش الجمعة. وبيعاني الأهلي بعض الغيابات على رأسهم عمرو السولية ومحمود متولي بسبب الإصابة. نروح نشوف تقرير عن توقعات الجماهير لماتش السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة ونرجع نكمل أخبارنا. احنا بنتوقع يعني بنسبه ان شاء الله 80% باذن الله الاهلي باذن الله بطل السوبر باذن الله. هنكسب 2-0 ان شاء الله. شايف التشكيل المثالي يعني محمد الشناوي، ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، باك يمين محمد هاني، باك شمال علي معلول، في نص الملعب امام عاشور، مروان عطيه، اليو ديانج، يلعب قدام في اليمين بريستاو، في الشمال رضا سليم، مودست المهاجم الجديد ده. ان شاء الله 2-1 باذن الله. ان شاء الله يعني بيرسي تاوي يحط ومودست تمام، نتمنى له التوفيق كمان وقبول الجماهير باذن الله. ان شاء الله الاهلي هيكسب باذن الله ان شاء الله. هو المدرب عامل فرقه كويسه وان شاء الله هيكسب باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله 3-1 الاهلي. ان شاء الله الاهلي يكسب 2-0. خاض الزمالك ميرانو الأخير قبل السفر إلى تنزانيا لمواجهة أرتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب الدور 32 ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. وأدى الزمالك تمرينه على ملعب نادي زد بالنجيل الصناعي، خاصة أن ملعب المباراة هيكون بنفس المواصفات. وهيلعب الزمالك يوم السبت الجاي في تنزانيا في افتتاح مشواره ببطولة الكونفدرالية الإفريقية. استقر كولومبي خوان أوسوريو المدير الفني للزمالك على مشاركة حاتم سكر في لقاء أرتا سولار بعد إصابة أحمد فتوح الظهير الأيسر،
وقرر أوسوريو الدفع بحاتم سكر منذ بداية المباراة واللعب بالثنائي ارتكاز دفاعي في وسط الملعب لتعويض غياب فتوح. على النادي بيراميدز الزي الجديد للفريق في الموسم اللي جاي في مؤتمر صحفي بأحد الفنادق. من المنتصر أن يبدأ بيراميدز مشواره في الموسم الجديد بمواجهة الجيش الرواندي يوم الحد اللي جاي في ذهاب الدور 32 بدوري أبطال أفريقيا. وبعيداً عن الكرة المصرية، أعلن الريان القطري النهاردة تعاقده مع النجم المغربي أشرف بن شرقي. بن شرقي وقع للريان لمدة موسم في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن الجزيرة الإماراتي. قرر نادي يوفنتوس الإيطالي إيقاف الفرنسي بول بوجبا بسبب ثبوت تعطيه المنشطات بعد مباراة أودينيسي بدوري الشهر اللي فات، وهدد يوفنتوس بفسخ عقد اللاعب في حال تأكد تعطيه المنشطات وتعرضه لعقوبة الإيقاف من جانب الاتحاد الإيطالي. كده تكون انتهت أخبارنا النهاردة، نكمل حلقتنا بعد الفاصل مع كابتن ميدو.